مساء الفل. استكمالا لسلسله مرتبات المهن وبناء على طلب ناس كتير جدا، هنتكلم النهارده عن مهنه من ارقى المهن واقدمها في التاريخ البشري وهي الطب، وهنقارن مقارنه عامه كده ما بين مرتبات الطبيب البشري ومرتبات طبيب الاسنان الرايق اللذيذ. بالنسبه للطبيب البشري فهو غني عن التعريف وبيعالج اي جزء بجسم الانسان سواء كان داخلي او خارجي، ولكن الموضوع ما بيبقاش عشوائي كده، واي طبيب يقدر يعالج اي تخصص. يعني تخصصات كليه الطب بتكون كتيره جدا زي الطب العام وطب الاطفال والطب النفسي وكمان جراحه العظام والقلب والطب الباطني وحاجات كتيرة جدا. والمعقد في الموضوع ان جوه كل تخصص بيكون فيه كمان تخصصات فرعية، التخصصات دي بتميز بيها كل دكتور عن التاني، زي مثلا تخصص الطب الباطني اللي منه امراض الجهاز الهضمي وامراض الجهاز التنفسي وكمان امراض الكلى، فهتلاقي فيه دكتور بطنة لكن عنده حتة معينة اشطر فيها من دكتور تاني في نفس التخصص، وفي الاغلب الجزئية دي هي اللي بيكون يتخصص فيها في اخر سنين الكلية. ندخل بقى في المهم وهو المرتبات. لو انت شغال طبيب في مصر او في اي دولة عموما ففي اكتر من توصيف للطبيب على حسب الخبرة، ما بين طبيب مقيم لطبيب استشاري لطبيب اختصاصي لحد اطباء الجراحه، واطباء الجراحه بالذات يعتبروا اكتر التخصصات صعوبه ودقه، عشان كده هتلاقي تفاوت كبير ما بين مرتبات الاطباء وبعضهم. يعني لو انت طبيب في مصر فهتاخد في رينج من 9000 جنيه لحد 40000 جنيه شهريا، وده يا صديقي على حسب درجه خبرتك وتوصيفك زي ما قلنا. اما بقى لو اشتغلت طبيب في الامارات فهتاخد في رينج من 20000 لحد 60000 درهم في الشهر، ولو اشتغلت طبيب في السعوديه فهتاخد في رينج من 15000 لحد 46000 ريال شهريا. اما بقى لو اشتغلت طبيب في دوله الكويت الشقيقه فهتاخد في رينج من 1250 لحد 4100 دينار في الشهر، ولو اشتغلت طبيب في قطر فهتاخد في رينج من 14000 ريال لحد 45000 ريال قطري شهريا. وبالنسبه بقى لطبيب الاسنان فده بيتخصص في اكتر من قسم وكلهم مرتبطين بشكل من الاشكال بالاسنان، زي قسم جراحه الوجه والفكين وقسم امراض الفم واللثه وطب اسنان الاطفال وفروع تانية كتير. وانا بحس ان طب الاسنان هو القسم الرايق في كليه الطب، برغم ان طبيب الاسنان بيدرس الطب البشري وطب الاسنان كمان معاه، ومفروض ان الموضوع بياخد كمان مجهود اكبر بكتير. وكمان طبيب الاسنان المتخصص في امراض الوجه والفكين ممكن يتعرض لمواجهه مباشره مع امراض خطيره جدا زي سرطان الفم والجلد والعياذ بالله، فهو تخصص مهم جدا جدا زيه زي الطبيب البشري بالظبط. لكن انطباع الروقان ده باخده من صحابي اللي اتخصصوا في القسم ده. وحابب اضيف حاجه كمان، ان دكتور الاسنان اللي شغال بشكل خاص ممكن يكسب اكتر بكتير من الطبيب البشري، لان مشاكل الاسنان منتشره بشكل كبير جدا في مصر وفي كل العالم تقريبا، وعلاجها دايما بيكون ضروري جدا لان الناس ما بتقدرش تستحمل الالم بتاع الاسنان. وعشان ما اطولش عليك، فالرواتب اللي هنتكلم عليها هي رواتب خاصه بناس بتشتغل بشكل منتظم سواء في مستشفيات حكومية او مستشفيات خاصة. ولو انت طبيب اسنان في اي دولة من الدول اللي اتكلمنا عليها بالنسبة للطبيب البشري فحب اقول لك انك هتاخد نفس رينج المرتبات بتاعته تقريبا، وتقدر توقف الفيديو عشان تشوفهم قدامك بشكل اوضح. يا ترى بقى لو كان قدامك الاختيار عشان تبقى طبيب هتختار تبقى طبيب بشري ولا طبيب اسنان؟ يا ريت تشاركونا برأيكم في الكومنتات. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعة ولايك وشير، وشكرا ليكم، سلام.